واخ علي قدم نفسك للجمهور استاذ علي. علي سالم ماجستير قانون، مقدم برامج رياضيه تحديدا برنامج كوره، وهواياتي الكتابه، احب اكتب هواي. ومن هواياتك الشعريه الغنائيه الفنيه؟ هاي من كنت طالب جامعه تعرف الحبوتشيه هواي يستمعون شعر وكذا. لا بس حاليا كل اهتماماتك كتابه ومتابعه الاخبار الرياضيه باعتبارها في صلب عملنا، في صلب. فلازم تكون مواكب لكل الأحداث. إيش قد صار لك تمارس العمل؟ أنا بديت بالإعلام كاتب، بعدين تحولت للإذاعة، بعدين صرت مراسل، بعدين صرت مراسل حربي، بعدين اتجهت لتقديم البرامج الرياضية باعتبار أنا مارست كرة القدم بالأندية وبالمنتخبات بالفئات العمرية. يعني لو مستمر هسه جوز ضرغام أعبر هيك على البك. الله الله الله، بعد عنده هواية هو. زين اخ علي، شلون ما تقول من هواياتي يا ابو علي؟ علي سالم لا هو عنده هوايه يسوي مشاكل. اها حلو. بالبرنامج.